يعني عملتلك بوش قوي في البيت. انت عندك اخوات؟ عندي اخوات كتيرة، عندي اخوات كتير نسيهم. ده اعرفه، اصل هما اصلا من اب تاني، بس اوكي طبعا ده مع طب فاميلي. بس انا عندي اتنين، يعني اخويا الكبير محمود ومحمد، وبعدين ايمان، دول من اب تاني، اوكي وبعد كده عندي اخويا الصغير اللي هو احمد، فاحنا خمسة، ما four شاء الله boys one انتوا girls. ده الجيرل دي اكيد المدلعه طبعا صح؟ يعني هي ده يعني شكلكم مبهدلينها ولا ايه؟ لا والله مش انا بس، طبعا وهي صغيرة لما كانت يعني اخواتها طبعا مصريين وبتاع، طبعا فكانت الحياة صعبة بيغيروا. بالنسبة لها شوية. بس انا وانا قاعده معاك كده انا حاسه اني قاعده مع واحد مصري، يقول لي واخواتها وهي البنت وبتاع اي خدمة. ايه اي خدمه. طب دايما الجنريشن التاني بعد في الهجره بيكون مش عارف يعمل ايه، يعني هو بيخرج مع صحابه، صحابه في مود، المدرسه في مود، الجامعه في مود، يرجع البيت يلاقي بقى مامته الست المصريه الاصيله زي ما بنقول قاعده بتتفرج على مسلسلات المصري، بتتفرج على البرامج، ماما في البيت كده برضو. هي كده هي كده، ما هيش عشان كده على طول بتتفرج على مسلسلات يعني في رمضان وبتاع، ونفسها تشوفني في حاجه في رمضان، حبيبتي هي ان اللي شاء على طول الله. يعني هي اللي بتبوش مي في مصر. وبابايا طبعا they both support it. يعني دلوقتي في البدايه ما كانوش فاهمين انا بعمل ايه اصلا، بس صح. انا فاكر بابايا جه معايا في اوديشن قبل ماي براذر ذا ديفل، كنت طالع في فيلم زومبي، فيلم مع براد بيت، وكان متهيألي عنده 14 سنة كان مثلا، World War World Z War Z. اعتقد، تخيل انه بصوا فادي بدايته حبيبي كان مع براد بيت، احنا عايزين ايه تاني؟ بس انا فاكر عشان كنت صغير طبعا، فبابايا انت كان، كنت عامل ايه بقى في World War Z عشان هرجع اتفرج على لا ما فيلم انا هقول تاني؟ لك بقى، انا اصلا كان بابايا معايا في الاوديشن عشان كنت صغير، فاول مرة يكون معايا في الاوضة، فشافني وانا بعيط وبعمل السين اللي هو ايه اللي حصل ده، انا مش ده انا مصدق ابني طلع بيعرف يمثل. يا بالظبط، فاللي هو يعني طلعنا من الاوديشن ده وجالي الدور، و كنت سافرت مالطا متهيألي اسبوعين ثلاثه كده، وصورت مع براد بيت، وكان دور فلسطيني، عيل فلسطيني اللي هو هرب من الزومبيز، بس في الاوتوبيس مع باباه اللي هو يعني بيزعق لباباه، المفروض ما كناش يعني سيبنا بلدنا وكنا fight for ourselves وبتاع. It was a really emotional scene. فطبعا واحد صاحبي كان رايح السينما، فقلت له يعني اتفرج على الفيلم، فقال لي لا ما شافنيش في الفيلم. طب بابا بقى ما قالكش مثلا انت لما طلعت بتعرف تمثل، قالك بتمثل علينا احنا في البيت والحاجات دي؟ في ما ساعات ببقى الجزء ده دراماتيك شويه، فبيقول لي ما انت ما ممثل انت ممثل تمثل علينا.